والآن إلى مستجدات فيروس كورونا. البداية من حصيلة الإصابات المؤكدة حول العالم التي ارتفعت إلى 603 ملايين و714 ألفا و197 إصابة بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي أفادت في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6,497 ألفا و472 وفاة. ووفقا لأحدث البيانات، فقد سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 94 مليون و600 ألف إصابة. وفي الصين، فرضت بعض المناطق في مدينة شانشان قيودا على الأنشطة العامة وتناول الطعام في الخارج وعلى أماكن الترفيه، لكن دون إغلاق كامل. أما روسيا فسجلت نحو 60 ألف إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية منذ العاشر من مارس الماضي. هذا وتعتزم المفوضية الأوروبية حث الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على البدء الآن في تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا لسكانها لاحتواء موجة عدوى جديدة متوقعة في الخريف والشتاء.